مباشر للموحد. لحظة قبل لحظة، أنت طلعت باش نسألوك لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، وافترض عليه الله سبحانه وتعالى 50 صلاة، ثم تركها 50 في الأجر و5 في العدد، عندما نزل وقابل الصحابة يعني في الصباح قال لهم لقد أعرج بي إلى السماء السابعة وتكلمت مع ربي وفرض علي 50 صلاة، وبعدها يعني أصبحت 50 صلاة. لحظة، لماذا سأله الصحابة هل رأيت ربك؟ ولماذا قال لهم النبي رأيت نور، وفي لفظ أن أراه وحجابه النور، ولم يقل لهم كيف شي أنتم هل أصبحتم وهابية تعتقدون أن الله في السماء؟ هل الله في السماء؟ في سؤال، جاوب. لماذا الصحابة عندما قال لهم النبي أنه أعرج بي إلى السماء السابعة وتكلمت مع ربي، لماذا قالوا هل رأيت ربك؟ أين قال لهم وأين قالوا له؟ في باب عليوة. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت من قال أن النبي رأى ربه في المعراج فقد كذب. وأنا ما قلت لك أن لحظة شفت اسمع. كيف نفعل الآن؟ لحظة. قلية جهمية. شوف لحظة. شوف الصحابة ركز جيدا، والله كلامي سلس وسهل جدا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال لهم النبي، والله كنت أريد أن أكمل النقاش الذي قطعتمونا مع ذلك المسمى الهاشمي. باهي لحظة. قضية الرؤية تريد أن تكمل فيها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعنا نكمل في الرؤية وبعدين نتكلم على هذا الموضوع. هذا هو موضوع الرؤية، إحنا رؤية النبي. أين الله. خذ بصيرة غير خليه خذ بصيرة. لحظة. شوف لماذا، شوف ركز جيدا. النبي عندما أعرج به أثبتها أولا. أنا عندي هؤلاء هاتي أخبار أحد لا يثبت بها الاعتقاد. لحظة. وليش حديث المعراج يعني أخبار أحد؟ هو ليس خبر أحد. نعم لكن لحظة يا إخوة، شفته ولا هو هرب؟ طيب سوف أقبل منك أنه خبر أحد. قلت لا أهرب. لحظة. شوف من يهرب من شوف أمثالك. شوف يا دحمنوس، شوف بالله ما يسمعوا، ما يكتم حتى واحد يا إخوة. باهي طيب، أنا سوف أقبل منك أن خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة. طيب هل تستطيع الآن أن تقول لي أمام الجميع لماذا لا يؤخذ بخبر الأحد في العقيدة؟ أنت قبلته أصلاً، لماذا أخبرك؟ لا شوف رجاءً ارتقي في النقاش. معليش أنا أجيبك. جاوبني. أنتم باهي طيب، أنتم الأشاعرة لا تثبتون العقيدة بخبر الأحد والآية المتشابهة. أصول الاعتقاد لا تبنى على خبر الأحد. الاعتقاد. أعرف جيداً هذا، أعرف. أنا ما سألتك هل تبنى العقيدة. شوف سؤالي. سؤالي واضح جدا، قلت لك لماذا لا تثبتون في العقيدة بخبر الأحد؟ يعني أنا ما سألتك هل تبنى أم لا، هذا موضوع تتجاوزناه، أن العقيدة لا تثبت عندكم بالآية المتشابه والخبر الأحد. أنا سؤالي لماذا أنتم لا تأخذون؟ أجيبك لأن خبر الأحد رواته في كل طبقة واحد عن واحد. هل الراوي معصوم عندكم أم غير معصوم؟ والآية المتشابهة لماذا لا تأخذون بها في العقيدة؟ شوف نحن نتكلم الآن في خبر الأحد وبعدين نتكلم. تعرف ليش؟ باهي ما لا سوف أعطيك الجواب، أنت أشعري مقلد. أخبرني أولا. هل الراوي معصوم أم غير معصوم؟ لحظة. شوف الراوي معصوم أم لا؟ سوف أجيبك بكلام الأشاعرة، أنت أشعري مقلد. تعرف ليش ولا؟ لأن الأشاعرة يقولون لا نثبت العقيدة بخبر الأحد وبالآية المتشابه لأنها ظنية الدلالة. خبر الأحد ظنية الدلالة، وكذلك الآية المتشابهة ظنية الدلالة. ظنية ثبوت وليس الدلالة يا. لا ظنية الدلالة وليس ظنية ثبوت. الصحيح لحظة. خبر الأحد الصحيح كم خبر الأحد صحيح؟ يا سبحان الله. لحظة. هذا يا أخي نتكلم اثنين. والله نعلم فيك توفي فمك سبحان الله في عقيدتك. الأشاعرة يقولون لا نأخذ. أتفضلوا لما تنهي أعطيني الكلمة. باي.
ولكن ما تقاطعني. الأشاعرة يقولون لا نثبت العقيدة بخبر الأحد وبالآية المتشابهة. ما تقوليش الآية المتشابهة ظنية يعني الثبوت، الآية المتشابهة قطعية الثبوت. ظنية الدلالة، المتشابه ظنية الدلالة. به، لماذا لا تأخذون به؟ لأنه ظنية الدلالة، ليس كذلك؟ نعم. به، الله أكبر. وتأويلكم لآية الصفات وتفويضكم لآية الصفات، هل هو ظنية الدلالة أم قطع دلالة؟ ظني. إذن لماذا تأخذون به ولا تأخذون بكلام الله المتشابه الذي هو ظن الدلالة وبكلام النبي الذي هو خبر أحد ظن الدلالة؟ لماذا قدمتم ككلامكم؟ لماذا؟ أجيبك الآن؟ به، جاوب. جيد. أولا خبر الآحاد، نتكلم عن خبر الآحاد، ثم نتكلم عن لا الدلالة. لحظة، أنت شفت هذا يتجاوزناه. أنا قلت لك لماذا. شوف أنت الآن أعطيني الشيء الذي تريدني أن أجيبك عليه. بح. وأسكت، خليني أتكلم. بح. لا تقاطعني. نحن اتفقنا أن الآية المتشابهة ظنية الدلالة ولا تأخذون بها. نعم. في العقيدة لأنها ظنية الدلالة. هذا. نعم. محل اتفاق ولا لا؟ نعم. وتأويلكم أنتم وليس لا نأخذ بها، وليس لا نأخذ بها، لا نقطع بها، لا نقطع بدلالتها فقط. به به دلالة على الآية المتشابهة راهي قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة. الثبوت كيف الآية المتشابهة قطعية الثبوت وظنية الدلالة؟ نعم طبعا. إيه به، لا تأخذون بها في العقيدة لأنها ظنية الدلالة وليس ظنية الثبوت، يعني هي قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، وهذا محل اتفاق. هل تسلم أولا أن ظني الثبوت لا يبنى عليه اليقين؟ لحظة. شوف، تسلم أم لا تسلم؟ لحظة. نحن شوف عندنا نقاط اتفقنا فيها، أريد أن أبينها كي اطرح لي السؤال. أنا لم أفهم أم السؤال الذي تريد طرحه. إذن ركز جيدا، سؤالي والله كلامي سهل جدا. نحن اتفقنا أن الآية المتشابهة قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، أليس كذلك؟ نعم. هذه نقطة، إذن هذه محل اتفاق نتركها جانبا. نعم. حتى نقلص نقاط يعني فرق. به، واتفقنا أن تأويلكم لآية الصفات ظن الدلالة أيضا. تأويلنا، هل قطعنا بتأويلنا أصلا نحن؟ جاوب عادي يا عبد الله. تأويلكم لآية الصفات ظن الدلالة أم قطع الدلالة؟ يعني ظني طبعا، ظني بما أنني غير معصوم فتأويلي غير معصوم. به، الله أكبر. إذن لماذا لا تأخذون بالآية المتشابهة في آية الصفات وتأخذون بتأويلكم الذي هو أيضا ظن الدلالة؟ هذا هو السؤال. هل تريدني أن أجيب؟ لا، أنا أريدك أن تصب لي كاس تاي، هيك خلينا نعمل قعدة. ما لاش فيك الواحد، لاش فيك أنا. نعم، لأنك ستقاطعني عندما لا. شوف، إذا ما أجبتني على سؤالي سوف أقاطعك، وإذا أجبت على السؤال عن السؤال يعني على قدر السؤال. شوف، أنا سؤالي هاو قدام الأخوة والأخوات، سؤالي أنتم تقولون أن الآية المتشابهة ظنية الدلالة ظنية، وتأويلكم لآيات الصفات ظن الدلالة، فلماذا لا تأخذون بالآية المتشابهة في يعني في صفة الله وتأخذون بتأويلكم الذي هو ظن الدلالة؟ لماذا قدمتم ككلامكم أنتم البشري الذي هو ظن الدلالة أيضا على كلام الله المتشابه الذي هو ظن الدلالة؟ جيد، هذا هو السؤال. شكرا. الظني لا يبنى عليه قطع، سواء كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت. نحن الآن نتكلم على ظني الدلالة. هذا ليس سؤالي، بعدين تقولش بتقطع فيه، هذا ليس سؤالي. أنا ما سألتك هل ظني الدلالة يبنى عليه يا جماعة يعني الثبوت. إنه يقاطعني. تقعد منك نقول لك 5 مع 5، ما تقوليش 25 وتقولي أجبتك. 5 مع 5 10. يا سيدي، هذه مسألة عقدية، لا يعني لا تناقشوا مثل 1+1=2. لا إله، دعني أكمل. دعني أكمل تقريري. عندما أنهي تقريري أجيب، يعني ما في مشكل، صح؟ طيب أكمل. جيد. ظنية الدلالة سواء كانت كلامنا أو الآية، هذا لا يبنى عليها قطع. عندما نقول نحن مثلا بل يداه مبسوطتان، يقصد بها الكرم والإنعام. هذا المعنى الواحد الذي هو ليس ظاهر النص والذي هو تأويل
هل تقطع به أنه صحيح أم لا؟ السلام طبعاً عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا تقطع به بأنه صحيح، لأنه في عند الأصوليين إذا كان النص يحتمل معنى مجازي واحد فيؤخذ به ويقطع به، أما إذا كان يحتمل عدة معاني مجازية فلا يقطع بأي معنى من المعاني. ماذا نفعل نحن الأشاعرة؟ مثلا الاستواء، الاستواء لفظ يحتمل عدة معاني، ماذا نفعل؟ نقول أن من معانيه الجلوس، هل يليق الجلوس بالله تعالى؟ هذا قطعا يقينا جزما أنه لا يليق. الاستقرار، هل يليق بالله تعالى؟ قطعا جزما لا يليق بالله تعالى. العلو المكاني، لا يليق بالله تعالى، قطعا جزما. العلو المعنوي هو من معاني الاستواء، يليق بالله تعالى. نقول هناك معاني تليق بالله تعالى نفوضها، لا نقول أن الاستواء يعني هذا أو ذاك أو ذاك، لا نقول بهذا، نقول معاني النقص ننفيها. هناك معاني استواء تفيد النقص في حق الله ننفيها، أما معاني الكمال لا نثبت واحدا منها. هذه طريقتنا. أما تقول لي ما اسمك ملش، أما تقول لي الآية لماذا لا تأخذون بظني الآية وتأخذون بظني تأويلكم، نحن لم نقطع بظني تأويلنا كما قلت الآن. وحتى من أوله، حتى من أول وقال مثلا اليد تعني القدرة، يقول في الأخير والله أعلم، هذا يفوض الأمر لله تعالى. أما من يقول كيف نأخذ بظني الآية وهي ظني أصلا، كيف تكون ظني ونأخذ بها بظنها، هل 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 فيها جزم؟ لا، ليس فيها جزم لمعنى حتى نأخذ به، فهذا سؤال فيه مغالطة، لأنه لو كان يعني لو كانت قطعية. لا، ما يقاطع حتى واحد يا أخو، ما يقاطع حتى واحد رجاء. لأن الآية لو كانت قطعية لأخذنا بها على ظاهرها، لو كانت يعني من المحكم لأخذنا بها على ظاهرها محكمة انتهى الموضوع، لكن بما أنها ظنية كيف نأخذ بها، كيف ما هي الطريقة التي نأخذ بظنيتها؟ هل نأخذ بظاهرها؟ دقيقة، اعذرني، والله تشعبت كثيرا وليس هذا حل نقاش. جملة واحدة، هل نأخذ كيف الطريقة التي نأخذ بظنيها؟ هل نأخذ بظاهرها أم بتأويلها الأول أم بالثاني أم بكذا أم بكذا أم بكذا؟ كون اللفظ هذا ظني، لفظ الظنية هذا يفضي إلى أننا لا نستطيع إثبات معنى من المعاني، كيف نأخذ بها؟ أعطيني الطريقة التي نأخذ بها الآية الظنية. شوف يا عبد الله، أنا سوف يعود عليك سؤالي، والله أنت تكلمت نصف ساعة، يعني نصف ساعة استغفر الله، يعني هذا بصيغة مبالغة وليس ساعة حقيقة، نصف ساعة يعني أطلت في الحديث، وأنا والله سؤالي سهل جدا وسلس ومرن ولا يحتاج إلى كثرة كلام. أنا سألتك وقلت لك ها بنعيد لك السؤال، يعني ركز جيدا مع السؤال. أنا سألتك وقلت لك هكذا باللفظ، أنتم تقولون أن الآية المتشابه ظن الدلالة، لهذا لا تأخذون به في يعني في يعني في يعني في العقيدة، ولكنكم تؤولون آيات الصفات وتأويلكم ظن الدلالة أيضا ليس قطع الدلالة، فلماذا يعني تأخذون بتأويلكم في آيات الصفات ولا تأخذون بآيات يعني بكلام الله المتشابه؟ وأنت ورطت نفسك بنفسك عندما قلت لي بل يده مبسوطتان، هل نقول يد على الحقيقة؟ لا، نقول نؤولها بمعنى القدرة أو النعمة. هذا أنت إذن هنا تورط نفسك بنفسك وتشهد عن نفسك بأنك تأخذ بتأويلك. إذن جاوبني يرحم والديك على قدر السؤال. سؤالي نعم، يعني لحظة، سؤالي سمعت سؤالك، سمعته بها جاوبني عليه. نعم. تو نعم ما جاوبش، أنا قلت ما جاوبش. نعم شوف، ما جاوبش تهبط، راه واضح. لا تجاوب ولا تهبط، بالعقل برك الأخ، بالعقل برك، باه جاوب بشوية، قل الله أعلم بشوية، بهدوء فقط، بهدوء فقط. شوف، الظني أصلا، الظني لفظ ظني يا جماعة عنده معنى،
أفضل ظني لحظة لحظة أنا ما شوف أنا ما طلبت منك أن تعرف لي معنى الظني وفهمتني وما هو الظني يا عبد الله. أعطيني الجواب الذي تريد أن تسمعه وأعطيني الجواب كي أجيبه وترتاح. جواب السؤال فهمتني مباشرة جواب السؤال يسألونك ولا نت منيك نت منك على بعضنا يعني فهمتني أعطيني شنو أنت تحب. لا 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 ما تتكلمش العيب لا تتكلمش العيب عيب لا لا هذا مش عيب عندنا مش عيب عندنا ده يعني عندنا مش عيب به به لا تستهبلني وتستهبل المتابعين. شوف يا 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 عبد الله شوف أعطيني ماذا تقصد بلفظ ظني كي أجيبك على أساسه. به أنتم بالله لا إله إلا الله رسول الله يا رب اللهم احفظ عقل لساني اللهم اشرح صدري واحفظ عقل لساني يفقهوا قولي. سؤال مباشر وجاوب عليه مباشر ما جاوبتش خويا فهمتني انزل السلام عليكم. شوف يا ابو ماريا يا ابو ماريا انا يجب ان افهم معنى كلمه ظني عنده كي اجيبه يعني ربما يقصد بظني مفهوم اخر يعني اعطينا مفهوم ظني عندك. لحظه لحظه ما معنى ظني الدلالة؟ لحظة تأويلكم أنتم لآيات الصفات ما معنى ظني الدلالة أولا؟ جاوب جاوب تأويلكم أنتم لآيات يا الصفات يا سيدي الكريم لا أستطيع الإجابة على مصطلح لا أعرف ماذا تقصد به. به تأويلكم أنتم ظني الدلالة أم لا؟ نعم ظني الدلالة. به ما معنى ظني الدلالة أولا؟ والله أنا سألتك تأويلكم ظني الدلالة أنت تقول لي نعم تأويلنا ظني الدلالة ماذا تقصد أنت بظني الدلالة؟ ظني الدلالة يعني يحتمل أكثر من معنى. به هذا تأويلكم أنتم وعندك بح. وعندك به به تأويلكم أنتم وعندك لحظة هني جايك هني أنا هني جايك به أنتم تأويلكم اعترفت بأنه ظن الدلالة ومع هذا تأخذون به في آيات الصفات والدليل قلت أنت قلت وحدك أنا الحمد لله أنا ما تكلمت لا على الاستواء وعلى ولا على اليد أنت وحدك قلت اليد بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمته مبسوطتان النعمة والقدرة والكرم هذا تأويل. من قال نعمته مبسوطتان ما 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 هذا ما هذا الخال أنت قلت يعني بل يداه مبسوطتان به أسمعناها به أول لي أنت أسمعناها بل يداه مبسوطتان يعني الله كريم وليس بخيل كما قالت اليهود صح به يعني الله مبسوط النعم تجزم به الله يعني مبسوط النعم والكرم نعم باه الله اكبر هل هذا تاويل ام نعم تاويل باه انت بتاخذ بهذا التاويل نعم باه شفت انت هنا تقول ان تاويلك ظن الدلاله ومع هذا تاخذ نعم. به ولماذا لا نعم. تاخذون بالآية المتشابه بحجه انه ظن الدلاله اوكي اعطيني معنى الآية المتشابهه التي هي ظنية الدلالة هل لديها معنى واحد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله آيات الصفات باهي لحظة هنا مربط الفرس فهمك وفهمي للظني حتى أنت تو باش ترتبط كل فرس بإذن الله أبشر بما لا يسرك لحظة لا يا لا 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 يجوز التجاوز على الناس لا لا أنا ما تجاوز معك أشوف آيات الصفات هل هي من المحكمات أم من المتشابهات؟ هنا باش نخلص منها ما هو متشابه ومنها ما هو محكم به الآيات المتشابهات هذه ماذا نفعل معها هل نثبتها على ظاهرها ما معنى متشابهات أولا خلينا نتفهم المصطلح لحظة عاد لحظة لحظة هذه الآيات التي هي متشابهات كيف نستعمل المصطلح ما تفهمناش عليه غير لحظة لحظة ركز معي يرحم والديك نحن اتفقنا أن لحظة نحن اتفقنا أن آيات الصفات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه ما معنى متشابه؟ ما معنى ظني الدلالة؟ ركز جيدا يا عبد الله بلا لحظة ما يدخل حتى واحد يا أخوة رجاء مانوس لا لا مش أقول إذا سألت سؤال آخر راني مش ننزلك راه يعني يا تجاوبوا على أسئلته ولا مش تقعد تسألك سؤال آخر راني مش ننزلك أنت أي حاجة يعني فك يسألك سؤال تقول له ما معنى ذلك أنت توا الناس الكل تعرف شو معناتها متشابهة تعرف شو معناتها ظني الدلالة ما معنى ظني الدلالة إذا أنت توا مش تعاود تسأل راني مش ننزلك لا خلي خلي جاوب على السؤال يا دحمانوس يا دحمانوس يا دحمانوس يا دحمانوس والله السؤال هذا السؤال هذا يا إخوة ظني الدلالة يحتمل أكثر من تأويل السؤال هذا والله سوف ينهي سوف ينهي نقاش بيننا السؤال هذا طيب نحن اتفقنا احسنت يعني يعني ظني الدلاله يعني يحمل اكثر من معنى هكذا يا دحمانوس يا دحمانوس ابو ماريا هكذا يا دح نعم اي نعم ركز مع ابو موحد مش ابو ماريا انا ابو موحد ركز معي رجاء به هذاك اخونا صاحب البث
صاحب البث استضافنا. طيب نحن اتفقنا أن من يعني الآيات آيات الصفات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. المحكم هذا نتركه جانبا لأنه لا يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى شرح ولا بيان. نأتي إلى الآيات الصفات التي هي متشابهة هذه التي تحمل أكثر من معنى. إيه 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 إيه. هذه أحسن. هذه هل نثبتها على ظهرها أو نؤولها بما أنها تحمل أكثر من معنى؟ يعني لحظة، هل نثبتها على ظهرها كالآيات المحكمات أم نؤولها؟ نؤولها. الله أكبر، الله أكبر، أحسنت. الله يقول في أول سورة آل عمران في الصفحة الأولى، يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهمتني؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، لحظة لا أعود لهم ترجيم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ابتغاء وابتغاء ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء أكمله. يعني أنت هنا حكمت على نفسك أنك في قلبك زيغ، في قلبك زيغ وتبتغي الفتنة لأنك تؤول متشابه. ماذا قال الراسخ ولا يلا اهبط كبس راس البرشني تو انت تو يزبط اهبط كبس راس البرشني اهبط كبس راس البرشني انا كنت حكمت على نفسك انك انت في قلبك زيغ وتبتغي الفتنه. قلتش حاجه انا من عندي يا جماعه بجهر ربي، قلتش حاجه من عندي. والله عندي سؤال كنت راح اساله، كنت راح اقول له هل رايت ربك قبل يعني لتؤول يعني تقول هو يعني يقصد بها النعمه؟ قلتش حاجة من عندي. حبيت نعرفه شافه ولا ما شافوش. طيب أنا أسأل سؤال، أنا يا موحد أسألك سؤال، لماذا ذكر الله في الآية قال يداه مبسوطتان؟ يعني ذكر أنه له يدان وليس أيدي. شوفوا هم سبحان الله، فهمتني؟ اليهود قالوا يد الله مغلولة يد، والله قال بل يداه مبسوطتان. هؤلاء أولوها بأنها بمعنى القدرة والنعمة، وهو بعدين راه قال النعمة، لكن بعدين عرف روح باش يحصل خاطر بنقول له بل يداه بل نعمته بل قدرته. والله عنده صفة القدرة وصفة يعني صفة يعني صفة يعني القدرة. الله ما عنده يعني زوج قدرات، عنده قدرة واحدة مطلقة ورحمة الله وبركاته. المهم هاكم يا إخوة، كما رأيتم قداش من سؤال سألته له، وقلت له يا عبد الله تأويلكم ظن الدلالة؟ قال لي نعم. وآيات الصفات ظنيت الدلالة المتشابهة؟ قال لي نعم. قلت لي لماذا تأخذون بتأويلكم أنتم ولا تأخذون بكلام الله المتشابه ولا بكلام الرسول الذي هو خبر أحد؟ بدي يقول لي المتشابه والمحكم والتغيير والتبديل والتشريع و صب لي كاستاي، خلنا نشرب كاستاي باش ما نقولش حاجة أخرى. يعني شفت كيفاش ركزتش في حاجة أنت.